أكد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل الدول نمواً في أعماله لليوم الثالث على التوالي أهمية برنامج عمل الدوحة باعتباره خارطة طريق للتنمية في الدول النامية، ويرتكز البرنامج على بناء القدرات لمواجهة الصدمات في المستقبل والقضاء على الفقر وتعزيز أسواق العمل. وطلب المشاركون بالتركيز على العلوم والتكنولوجيا والابتكار كمحركات أساسية للتنمية وأهميتها في علاج تحديات الطاقة والفقر وتمكين الشعوب من الوصول إلى المعرفة والإنترنت لتصبح قادرة على المنافسة عالمياً. وشدد المشاركون على ضرورة تعزيز وبناء الشراكات والتوسع في الاستثمار الأمثل في الشباب وتطوير البنية التحتية للدول الأقل نمواً. وعلى هامش المؤتمر التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي، التقى برئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر وأعرب مجلي عن تقدير بلادنا لمواقف الأشقاء في جيبوتي، ونقل تحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وإخوانه أعضاء المجلس إلى فخامة الرئيس الجيبوتي وشعبه الشقيق. وجرى خلال اللقاء الحديث عن الآثار السلبية التي أحدثها الانقلاب الحوثي في بلادنا وتدميره لإرثنا الحضاري في المنطقة خدمة لمشروع طهران الإرهابي. إلى ذلك بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك مع وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعليم لجمهورية الهند الدكتور راغومار رانيغان بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، حيث جرى اللقاء على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة وبحث السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات. وثمن بن مبارك دور الهند في مساندة بلادنا في مواجهة تداعيات أزمة الغذاء العالمية. من جانبه أشاد الوزير الهندي بالعلاقات التي تربط البلدين، مؤكدا بأن الحكومة الهندية لن تتوانى عن مساندة بلادنا على تجاوز تداعيات أزمته الحالية. وفي ذات السياق أعلنت الجمهورية الفرنسية تقديمها 23 مليون يورو دعماً لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية للعام الحالي في بلادنا. وفي بيان نشرته وزارة الخارجية الفرنسية على موقعها الإلكتروني أعربت فيه عن قلقها إزاء الوضع الإنساني الخطير في بلادنا بسبب استمرار الحرب منذ 8 سنوات، وكذلك جرائم ميليشيات الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة من طهران. وأكدت الخارجية الفرنسية على ضرورة إيجاد حل سياسي كامل ينهي الأزمة، وأعلنت دعم جهود الأمم المتحدة الرامية للسلام وإيقاف المعاناة. وعلى هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لدعم البلدان الأقل نمواً ناقش لقاء الجهود الجماعية في تعزيز الجانب الإنساني والإغاثي في بلادنا. وضم اللقاء ممثل برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في دول مجلس التعاون الخليجي ماجد يحيى والمدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي في بلادنا السيد ريتشارد ريغان، التقيا مع سعادة خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية، وذلك لبحث الجهود الجماعية في تعزيز الجانب الإنساني والإغاثي في اليمن.